كنقيب للمأذونين يعني هنا بتتعامل مع القضية ازاي؟ تعامل ايه؟ احنا عمالين نلف في حلقة مفرغة. هدوء بقى بعد اذنكم كده صغير. خمس دقايق لا كتير دقيقتين بس يا مولانا. لا خمس دقايق ومش هتكلم تاني. طب قول لي اولا معدلات الطلاق شكلها في البرلمان دقيقتين عالية 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 معدلات الطلاق عالية خلعا عالية طلاق للضرر عالية طلاق بمكاتب التسوية عالية عايزين نلم بقى عند المأذون عالية عايزين نلم بقى طلاق شفوي عالي شوف انا بكلمك ازاي معدلات الطلاق الشفهي عالية جدا عالية عالية لكن في حاجة بقى أساسية بقى بهدوء كده بعد إذنك يا عاطف بيه بعد إذنك أحمد بيه بعد إذنكم عاوزين نفصل ما بين الشرع والقانون الأمور الشرعية ما فيش فيها تهريج لنا ولا أنت ولا أي مخلوق هيقدر كلنا هنقابل رب العباد ورمانة الميزان مع ربنا وكل واحد بيطلع كلمة من بقه هيحاسب عليها إن كان بيتكلم صح أو بيتكلم غلط ومحدش هينجو كله هيقف قدام رب العباد ما بأثرش على الشاهد يا بابا وحد الله يا بيه انا بأثر على الشاهد بص بيه انا رأيي في الاول وفي الاخر انا هحتفظ بيه لنفسي لا اتفضل واهل الفتوى اتفضل بأهل اللي احنا ورا منهم هم اللي هيتولوها هم اللي هيتولوا اهل الفتوى بس اهل الفتوى في اللي احنا ناقشناها دينيا بين قطبين يعني الشيخ خالد الجندي والشيخ احمد كريمه وكانت يعني مناظره كلاهما قدم ما عنده وهناك الجهة المسؤولة على رد هذه الفتوى سواء إن كان بدار الإفتاء المصرية أو مشيخة الأزهر أو لجنة الفتوى أو هيئة كبار العلماء أو مجمع البحوث أو وزارة الأوقاف جمعوا الآراء بص يا وائل بيه مجتمعيا بقى راجل وزوجته وهم قاعدين مع بعضيهم كده هوت وقالت له أنا بريتك من حقي ومن مستحقي مش عاوزة منك حاجة لا مؤخر صداء ولا نفعت عدة ولا نفعت متعة أبرأتك من جميع حقوقي وأسألك طلاقي فقال لها أنت طالق على ذلك وقع يمين أم لم يقع وقع يمين لكن وجوبي إثباته لأن الطلاق عددي الطلاق مرتان قال لزوجته أنت طالق طلبت منه الطلاق فقال لها أنت طالق في الحالة ده هي نظير الإبراء بتاعها أصبح الطلاق بائن بينونة صغرى مقابل عوض مش هبه حقوق واجبات خلاص على كده اتفقوا مع بعضيهم نرجع لبعضينا أبوها وإخواتها وخلاص زوجتك نفسي طلق. أنا مع حضرتك احتسب الطلقة تعتبر شفاهة نهيت تمام بس في اتكلم في الشارع بقى اكمل بس بعد تمام. اذن حضرتك انا قعدت سمعت الكل اتفضل. اسمع مني بيه وبعد كده انتوا اللي عليكم المسؤوليه السادة اعضاء مجلس النواب انتوا عليكم مسؤوليه ومسؤوليه بالسهله لان كيفيه اثباته من اصعب مما تتخيل ايوه هو ده بقى كيفيه اثبات الطلاق كيفيه اثبات الطلاق اصعب مما تتخيل ليه علاقه سريه اكمل بقى في اوضه النوم يا استاذ الفاضل اكمل يا احمد بيه معلمه يعني هنرجع ماشي بيه لا هرجع بس لديت عشان نقدر نخرج منها تدريجيا كده اهوت نوضح للمشاهد والمستمع ايه اللي بيحصل بالظبط في المجتمع المصري احنا عاوزين نعدل تمام. انا اشكر السيد رئيس الجمهوريه ان هو خايف على العيل الصغير قبل الكبير تمام نشكر السادة اعضاء مجلس الشعب اللي هم خايفين على الناس بس كل حاجه ليها حلول حل ديت ازاي الكيفيه بتاعتها مش عارفين نوصل لها بمعنى ثم تزوجها اختلفوا مع بعضيهم سالتك طلاقي قال لها انت طالق فاصبحت طلقه ثانيه بائنه بينونه صغرى ولم يوثق اصطلح الثاني اختلفوا مع بعضهم قال لها انت طالق فاصبحت مطلقه منه طلقه بائنه بينونه كبرى لا تحل له الا بعد ان تنكح زوجا غيره حلو قوي يبقى استنى اكمل لا واحده 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 اكمل ماشي يبقى وصلت للطلاق الثلاث ما توثقش ده كلته ينفع ترجع طب ما هو ده اللي احنا بنقوله يا بيه بس واحده واحده لابد من التوثيق يا بيه ده صوره الطلاق واشهدوا زوايا عدل منكم مظبوط يا بيه لازم اثبته ده لزهايمر ونسيت ان انا رميت على زوجتي يمين من سنتين فاتوا وجيت رميت اليمين النهارده وبعد سنتين نسيته
وبعد منها رميت اليمين الثالث، فلا بد من توثيق، وده ربنا اشار اليها في الطلاق. الكيفيه مش 4-2، الشرع اخرجه اليمين وقع. والله انا معاك يا بيه ماشي، ما هو ده اللي احنا متفقين عليه. الشرع الشرع اليمين وقع والتوثيق كيفيه اثباته وقع. تعال بقى، انا رميت يمين على زوجتي وراحت ترفع دعوى اثبات طلاق يا عصام بيه، يصعب اثبات. دخلت قدام القاضي قول له بيمينه، قول والله العظيم اقول الحق. طب والله العظيم اقول الحق واحلف بيمين طلاق كمان عليا كذا ما قلت. رفض الدعوى. كيف يوزن؟ طب نعمل ما يبقى نرجع لده هو لازم اللي زي ما احنا قلنا الضمير نصحي ضميرنا عشان لازم اروح اثبته. هدوءا بس يا جماعه، ما هو وقع بس ما وقعش. وقع. بص يا بيه يا وائل بيه، يعني انت عارف يعني يا وائل بيه، يا وائل عارف الماء بالماء يا استاذ وائل. ما هو ما هو يعني ده موجود في القانون من الاساس، واحنا بنقول ايه يا جماعه على الموثق على المطلق من الوثق. بهدوء بس بهدوء، هو ما راحش. طب نعمل ايه في الحاله اللي زي دي يا شاذ؟ يعني انت بتقول ان الزوجه خدت بالطلاق الشفهي، ان قال لها انت طالق، راحت المحكمه علشان دخل وقال تثبت طلاقها، راح في انكر يعني على المطلق وقال ما طلقش. تعتبر طلقه ولا ما تعتبرش؟ ما تعتبرش. يبقى اللي شاف مش هيحل. استناني بقى، استناك بقى، دي مطلقه قدام شو؟ شرعا شرعا طلق مطلقه، شرعا طلق قانونا ليس مطلقه، ليست مطلقه. لا زوجة. عشان كده نرجع تاني، ينفع ان هي تروح تتجوز؟ عشان كده نرجع اول بنقول ايه؟ لا الاثبات. حلوه قوي. الاثبات ولا لان في محرر رسمي، يبقى لابد من توثيقه. الكيفيه ازاي؟ دي بتاعتكم انتوا بقى اعضاء مجلس النواب. وهو ده اللي بقى اضافه للاستاذ اسلام. طيب يا استاذ، طب هو الاستاذ اسلام وضع ايدينا على ان احنا يا جماعه محتاجين لتوثيق الطلاق باي وسيله. انت هتقعد تقول القانون بيقول بعد 30 يوم والا؟ طب ما هيقول انا ما طلقتش. ما هو موجود ده، موجود الكلام ده الموجود الحالي يا استاذ وائل. احنا ده الموجود الحالي، ان لابد انه يوثق. عارف ليه؟ مين اللي هيوثق؟ الاساتذه النواب بيقولوا لازم ان احنا نوثق الاشهاد الطلاق. تمام. مين اللي هيروح يوثق؟ الزوج. الله ينور عليك، مش رايح. خليك معايا، المصر على الطلاق. يا بيه ما تخليك معايا، هو مش رايح. يمين. مش رايح يوثق. احنا بنقول ان هو بيطلق من تلقاء نفسه. ما هو عنده القانون يبقى لم يقع الطلاق. بس. ما هو القانون جدا. بيقول كده، هو القانون. الماده 5 بتقول كده. يبقى هو استاذنك حاجه بقى في النيه، النيه مش محلها القلب. وربنا قال ورسوله الكريم لكل امرئ ما نوى. صح كده؟ طيب يعني انا النهارده اذا كنت بقول نيه الطلاق وليس بداخلي النيه الفعليه للطلاق، فالطلاق لم يسقط، لم يقع. انا بهزر. اللفظ الصريح بكلمه انت طالق وقع يمين، ما فيش فيها. لكن كلمة. قانونا لم زوجه زوجه بالظبط. عاوزين بقى نثبته. الكيفيه ازاي؟ اذا اتثبت اولا تؤمن. قال بلى ولكن يطمئن قلبي. ده هو عاوز يشوف الكيفيه. سيدنا ابراهيم، احنا الكيفيه بقى الاثبات الساده اعضاء مجلس النواب. اما شهود هو اول سؤال، اما شهود واما توثيق. تعالى بقى للشهود، ارجع للشهود بعد اذنك. خلينا نسمع بس شغل. خلينا نسمع الزوجه النهارده. هنفترض ان هي افترت على جوزها، زعلت بس من جوزها كده هوت عشان ما جابلهاش حاجه، ما وداش مصيف، ما عملهاش اي حاجه، فقالت امبارح رمى عليا يمين. ايوه. هتاخد اسلام وهتاخد احمد بيه وهتطلع على المحكمه، والله العظيم اقول الحق، والله العظيم اوقع عليها يمين. اوقع عليها يمين، يبقى فتحنا الباب. هيدخل الزوج يقول تاني ما طلقتش. ما هيقول ما طلقتش. يبقى نرجع تاني، لابد من التوثيق. ازاي بقى الكيفيه؟ هو ده بقى اللي بحيث لا ده يبقى ظالم ولا ده ظالم. احنا كمجتمعيين او حضراتكم كاعضاء مجلس نواب نعمل ايه؟ هو احنا بنفترض ان الزوج هيقبل يعيش مع زوجته في الحرام؟ طيب. طب ما يرافع عليها. يبقى طيب هل المطلوب طيب هل بس يا جماعه لو سمحت، هل المقترح ان الطلاق لا يقع باي حال من الاحوال علشان تغلق الابواب امام كل، لان اللي انت بتقوله ده كده بيدخلنا في متاهات. هات لي بقى. المقترح هو الا يقع الطلاق الا اذا كان توثيقيا، يعني قانونا قانون. شرعا وقع. ما هو قانونا مش عاوزين نفسه. ما هو قانونا قانونا. هي زوجه واحده جوزها بتقول له انا بريتك مش عاوزه منك حاجه. لا احنا قال لها مقابل ذلك انت طالق. انا بتكلم عن ولم يوثق. بتكلم على انه اصحاب هذا الاقتراح يستندون الى ان انت طالق تحولت الى لبانه تقال عمال على بطال حلفان، وبالتالي هنا علشان تقلل
وأنت طالق اللي بتقال عمال على بطال بهذا الشكل تؤدي إلى أنت قلت لي بزيادة معدلات الطلاق الشافعي كتيرة كتير. وبالتالي هنا المقترح المتعلق بأن ألا يقع الطلاق شفهيا بهذا الشكل ولا يعتد به قانون. هتقول لي ما أنت هتقول كده إيه أنه مع الشرع وقع. هرجع تاني أقول لك طب ما هو الزواج بيقع. الزواج بيقع إذا قالت له زوجتك نفسي وهو نفسي إذا اكتملت وقع. صحة شروط العقد. طيب. هل خليني بس هل المجتمع يعترف بهذه الزيجات؟ لا هل لا يعترف. لو أنا رد أرد ما فيش مأذون. ما فيش حاجة اسمها مأذون في مصر نهائي. أمال في إيه؟ واتنين النهاردة في أمانة الله مع أهليتهم الزوج ووالده وأهله والزوجة وأهلها إن اكتملت صحة العقد شروط العقد فهو صحيح. طيب. بس كده قانونا راح. قانونا راح. قانونا راح. من اللي قال من اللي قال استناني إزمت زوجية الصبحية في المحكمة هيتثبت. ما هو يبقى برضو بس عقاب المضاربة عقاب المضاربة زي فقع هتسقط يا جماعة بس لا تسقط يا جماعة بس لو سمع. إذا توفى اتجوزته بالطريقة دهية وتوفي الصبحية أستاذ إسلام هي القضية هل بيقبل المجتمع إن في حد يزوج بنته هناك شفهيا هناك لا يقبل هناك حالات كتير لا لا في حالات يا ربي أقول لك حضرتك على حاجة من نسبة الطلاق المرتفعة لما عاش تكافل وكرامة ده تحايل وعايشة مع جوزها في قلب البيت بدون وثيقة بس بزواج عرفي زواج وإن لم يكن زواج عرفي لا 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 دي لا بس, بس ده بيأثر على الإحصائيات لكن ده ما بيتعلقش بالحقيقة ال 44% اللي اتكلم عليهم الرئيس ال 44% ما لهمش دعوة بالطلاق الشفوي عارف ليه؟ لان الطلاق الشفوي غير مدرك في الاحصائيات استاذ اسلام ال 44 انا في كتير لكن ال 44% اللي ليه, ليه 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 معدلات الطلاق لما بتيجي تسال الطلاق ده تم ليه انه رمى عليها يمين الطلاق يا استاذ وائل عاوز تعرف معدلات